هل ترك المسلم للصلاة يخرجه من الملة؟ ترك المسلم للصلاة متعمدا إذا كان جاحدا لوجوبها فهذا يخرجه من الملة بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ومنكر لضروري من ضروريات الدين الإسلامي. أما إذا كان يقر بوجوبها وإنما تركها تكاسلا فعلى خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكفر أيضا لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم وليسوا إخواننا في الدين، هذا معناه الكفر. كذلك قال تعالى عن الكفار أنهم يسألون، يسألهم أهل الجنة يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. دل على أن الذي أوجب لهم دخول النار صفات اتصفوا بها في طليعتها وأولها ترك الصلاة: لم نكن من المصلين. نعم.